الإمام الهدى والغربة الوسقى والحجة على أهل الدنيا. وأشهد الله وملائكته وأنبياءه ورسله أني بكم مؤمن وبإيابكم موقن بشرائع ديني وخواتيم عملي وقلبي لقلبكم سلم وأمري لأمركم متبع. فصلوات الله عليكم وعلى أرواحكم وعلى أجسادكم وعلى أجسامكم وعلى شاهدكم وعلى غائبكم وعلى ظاهركم وعلى باطنكم. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليك يا ابن رسول الله، السلام عليك يا ابن نبي الله، السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين، السلام عليك يا ابن فاطمة الزهراء، السلام عليك يا ابن الحسين الشهيد، السلام عليك أيها الشهيد وابن الشهيد، السلام عليك أيها المظلوم وابن المظلوم. لعن الله أمة قتلتك، ولعن الله أمة ظلمتك، ولعن الله أمة سمعت بذلك فرضيت به. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم يا أولياء الله وأحباءه، السلام عليكم يا أصفياء الله وأبداءه، السلام عليكم يا أنصار دين الله، السلام عليكم يا أنصار رسول الله، السلام عليكم يا أنصار أمير المؤمنين، السلام عليكم يا أنصار فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين، السلام عليكم يا أنصار أبي محمد الحسن، السلام عليكم يا أنصار أبي محمد الحسن ابن علي الزكي الناصح الأمين، السلام عليكم يا أنصار أبي عبد الله الحسين، بأبي أنتم وأمي طبتم وطابت الأرض التي فيها دفنتم وفزتم فوزا عظيما، فيا ليتنا كنا معكم فنفوز معكم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم ارزقنا زيارتهم في الدنيا وشفاعتهم في الآخرة بحقهم عليهم السلام. اللهم أطل وزد في عمر مراجعنا العظام، سيما مرجعنا المعظم الإمام المصلح والعبد الصالح الميرزا حسن روحي فداه، بحق محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم ارزقنا زيارة موالينا الكرام
علیهم السلام فی الدنیا و شفاعتهم فی الاخره. به حق محمد و اهل بیته الطیبین الطاهرین و به حرمت سوره المبارکه الفاتحه مع الصلوات. اللهم صل على حي على الصلاة صوت الأذان أنيس القلوب في رفعه حان وقت الوجوب فجرا وظهرا وعند الغروب آن مع التكبير حان.